اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم وحش التوفير على قناتكم المحبوبه قناه ست البيت. النهارده هنعمل حاجتين حلوين قوي ومستحبين طبعا في العائلات بتحبها، اكله جميله قوي. هنعمل قلقاس باللحمه وهنعمل معاه كريب بالخضروات. اول حاجه هنبدا بيها القلقاس. بدات بحوالي نص كيلو لحمه، حطيته على النار بيتسلق عشان الوقت بتاع الحلقه، وعندي حوالي نص كيلو قلقاس، وعندي ربطه سلق، بصلايه، ثلاث فصوص ثوم، حبهان، ورق راوله، ربطه كزبره خضراء، وكيلو الا ربع او ثلاث ارباع كيلو رز. على بركه الله نبدا نشوف هنعمل ايه. ادي عندي اللحمه بتتسلق، ابدا اعمل حاجه جميله قوي. ابدا بالرز كده اهو، بسم الله. الزيت، ببدأ أسخن الزيت كويس وانزل عليه بعد كده بالرز. وانا واقف كده بتسلى بعمل حاجة جميلة قوي، بجيب السلق وابدا اقطعه كده اهو بالطريقه دي يا جماعه. حب القلقاس يبقى اللون بتاعه يبقى اخضر داكن، يبقى شكله جميل وفي نفس الوقت الطعم باذن الله يحوز الاعجاب اهو. اخليه في البوله، كده ببدأ أنزل بالرز بتاعي. ياخد السخونية، بتاعت الزيت. طبعا اللحمه بتتسلق واخده ورق راوله، واخده حبهان، واخده شويه بصل مفرومين. ببدا بيها الحلقه عشان تاخد الوقت بتاع التسويه بتاعتها يبقى ايه كامل. القلقاس ما بنزلش بيها تاخد وقت عشان ما تتهريش، هي بتاخد غلوه او اتنين كده، يعني حوالي خمس دقائق على النار، مش هتزيد عن سبع دقائق، بحيث ان انا ايه وانا بغرفها ما تبقاش مهريه، يبقى شكلها بالظريف. اعمل حاجه جميله، هنقل بقى ايه اللحمه بتاعتي كده اهو على النار دي زي ما هي كده وهي بتغلي. وادي الرز نفس القصه، وبجيب الطاسه ديت بحطها، بحط زيت واجيب السلق بس لما يسخن الزيت بتاعي. كل ما الرز خد السخونيه كل ما اضمن ان هو يبقى مفلفل معايا، ولما ينزل عليه بقى ايه ميه سخنه هيبقى اجمل واحسن. وفي كذا طريقه بس الطريقه دي تضمنوا بيها ان شاء الله يطلع الرز كويس. ابدا انزل زي الفل. اللي عايز يحط سمنه او زبده دي حاجه حسب رغبه حضراتكم. ببدا احط ملح، سنه ملح معاه كده اهو، ولو عايز احط سنه فلفل اسمر كمان هتبقى جميل. اقلبه
بالطريقة دي، وأبدأ أجيب الغطا. يبقى كده الرز إيه؟ خلصنا منه. هنبدأ بعد كده نعمل إيه؟ نجيب السلق ونبدأ ننزل بيه على الزيت الأول كده أهو بالطريقة دي. وأخلي البولة هي هي لأن أنا هستعملها تاني. بحمره كده يا جماعة. ممكن لو عندي مثلا حاجة معلقة أو حاجة عايز أحمره كويس وأضغطه في ده، أنا عندي كبة صغيرة هضرب في الكبة وأوري حضراتكم هيتعمل إزاي بطريقة جميلة ولذيذة. خليها كده متغطية. طبعا كلنا بنحب القلقاس بالطريقه ديت. في برضو ايه، ممكن حضراتكم ان شاء الله في حلقات تانية احاول اعمل لكم القلقاس مطبوخ بطريقه مختلفه، مش لازم يبقى اخضر بقى، لا المره الجايه هيبقى اللون مختلف، ممكن يكون احمر، ممكن تكون اللون مختلف، يبقى مثلا صلصه بيضة. طب ازاي القلقاس مثلا هيبقى من غير صلصه ولا من غير سلقه؟ هل هيتاكل؟ هل هيبقى طعمه حلو؟ ده اللي احنا هنوريه لحضراتكم في حلقات جايه ان شاء الله، لأن يعني لازم الحاجة نستغلها بكذا طريقة ونجرب ونشوف مين منها طرق هتنفع معانا وهنستقبلها وهنحب الطعم بتاعها، وفي طرق ممكن ما يعني ما تبقاش مستحبة لينا. لازم يتحمر كويس، مستعجلوش عليه، هو كل المية ما بتتبخر منه كل ما بيبدأ يضمر، تحسوا ان الكمية اللي احنا حطيناها الورق الكتير ده قوي شوية قد كده هو بقى. يعني انا لو عايز اعمله في الكبه ماشي، ما عنديش كبه مثلا، طب ايه المشكله؟ هجيب معلقه وفي ظهر المعلقه ابدا ايه؟ افرمه كويس بحيث ان انا اضمن بعد كده ايه ان اللون بتاعه يبقى زي التسبيكه مثلا او البصله بتاعت الرز الصياديه، بحمرها كويس قوي بتبقى درجه البني مش محروقه، تبقى بني، وبعد كده انزل عليها بميه واخليها تبدا تغلي مع سنه فلفل اسمر مثلا، مع سنه قرفه حسب الرغبه، يبدا يتقل معايا، انزل بيها بعد كده بالميه السخنه مع الرز، يبدا الرز يطلع اللون البني الجميل اللي هو بتاع الصياديه الاصلي اللي احنا عملناه في حلقات سابقه. برضه ببص على الرز بتاعي لسه اوطي عليه خالص بقى واسيبه، لان هيبقى معايا لحد اخر الحلقه، فكده كده انا مش مستعجل عليها، على نار هاديه مع البخار هيتسوى الرز يبقى زي الفل. ان شاء الله باذن الله حاولوا تجربوا الطريقه ديت مع القلقاس، هتبقى لذيذه وظريفه، لان لسه هتاخد بقى توم وهتاخد كزبره ناشفه مع كزبره خضراء، هيبقى الطعم لذيذ قوي. بعمل حاجة ظريفة قوي كده، بخلي ده زي ما هو، نفس الطاسة يا جماعة اللي أنا شغال فيها، ما بعملش فيها حاجة خالص، نفس القصة كده، ببدأ أحطها على النار، أجيب زيت. وأجيب الثوم.
اول الذهبي، هنزل على الطومه مش عايزه تحمر زياده عن اللزوم. ابدا انزل بقى بدين كده اهو، كزبرة الناشفة حوالي معلقتين كده. كده انا متبل ال متبل ال الشوربة، ارفع دي كده وابدأ انزل بالقلقاس بتاعي زي ما قلت لحضراتكم، مش عايزه ايه ياخد وقت كتير. وابدا انزل الطشه دي كده، واسيب دي كده عبال ما تاخد غلوه واحده، وارجع من الفاصل اعمل ايه؟ نعمل السلق وننزل بيه على القلقاس. فاصل ونرجع.